الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. ملصقات غذائية محتملة لاختيار صحي أفضل. كنا قد تحدثنا في مقالات سابقة عن معاني الملصقات الغذائية الموجودة على أغلفة المنتجات وكيفية قراءتها لاختيار المنتج الأكثر صحية، ولكن هل هذه الملصقات كافية لجعل اختيارك صحيحاً بشكل كلي؟ وهل هنالك طرق أفضل قد تضاف في المستقبل لإعطاء معلومات أكثر بمجرد النظر إليها قد تساهم في جعل خياراتك الصحية أسهل؟ في مقال للرأي في المجلة الطبية البريطانية The British Medical Journal، ترى الدكتورة شيرلي كارمر المديرة التنفيذية للجمعية الملكية للصحة العامة أن النظام الحالي المتبع للملصقات الغذائية إشارة المرور ترافيك لايت قد لا يحفز على إحداث تغيرات إيجابية في الصحة العامة، كما ترى أن نظام ملصقات مكافئ النشاط Activity Equivalent قد يساهم في تغيير السلوك الغذائي للمستهلكين. ملصقات إشارات المرور Traffic Light Labeling. إن نظام الملصقات الغذائية إشارة المرور مستخدم بكثرة، ومعظمنا يعلم معنى الألوان الثلاثة لإشارة المرور منذ الصغر: اللون الأخضر يعني جيد، البرتقالي يعني متوسط الجودة، والأحمر يعني سيء. تقدم هذه الألوان معلومات عن محتوى المنتج من الدهون والدهون المشبعة والسكر والكربوهيدرات، وباختصار كلما زاد اللون الأخضر على الملصق كلما كان المنتج صحياً أكثر. إن الهدف من هذه الألوان هو تبسيط المعلومات قدر الإمكان بحيث يمكن للمستهلكين بسهولة أن يقرروا ماذا سيشترون في زمن متوسط قدره 6 ثواني يقضونه بالنظر إلى المنتج الغذائي قبل شرائه. ملصقات مكافئ النشاط Activity Equivalent Labeling. إن الفكرة من وراء هذه الملصقات هي وضع العديد من الرموز التي يمكن التعرف عليها بسهولة، وتستخدم لتمثيل جميع أنواع النشاط البدني مثل المشي السريع والركض وركوب الدراجة والسباحة. يتم الدمج بين هذه الرموز وبين رقم يدل على عدد الدقائق التي تحتاجها في ممارسة هذا النشاط لحرق السعرات الحرارية في هذا المنتج الغذائي. ومن بعض الأمثلة عليها نذكر ما يلي: تفاحة تحوي 93 سعرة حرارية سوف تحتاج إلى 21 دقيقة من المشي السريع أو 13 دقيقة من الركض لحرقها. علبة كوكاكولا تحوي 193 سعرة حرارية سوف تحتاج إلى 32 دقيقة من المشي السريع أو 20 دقيقة من الركض لحرقها. قطعة من شوكولا سنيكرز بوزن 48 جرام تحتوي على 245 سعرة حرارية سوف تحتاج إلى 56 دقيقة من المشي السريع أو 35 دقيقة من الركض لحرقها. وعاء من رقائق الذرة كورنفليكس بوزن 50 غراماً مع حليب شبه منزوع الدسم يحتوي على 263 سعرة حرارية سوف تحتاج إلى ساعة من المشي السريع لحرقها. هل من الممكن تطبيق هذا المخطط؟ في الوقت الحالي يتم تقرير التشريعات المتعلقة بالملصقات الإلزامية للمنتجات الغذائية من طعام وشراب على المستوى الأوروبي، وحتى لو توفرت الإرادة لتطبيق هذا المخطط فإنه سيستغرق فترة طويلة، وهنالك احتمال تطبيق بعض الشركات لهذا المخطط بشكل طوعي، فإذا حقق الشعبية المطلوبة لدى المستهلكين يمكن أن تزداد مبيعات هذه الشركة، وبالتالي يصبح الأمر مربحاً لكل الأطراف. شكراً لحسن استماعكم.